ننظف فوق. كيف الوضع الان؟ والله يا جماعه الوضع شكله سهل لكن مره مو سهل. I'm out of breath. I'm already out of breath. وين اطلع من هنا يا جماعه؟ help. تمام let's go. شوف ما شاء الله والله البزوره طلعوا. فضحتنا يا عمي. انا ضارب مضغوط ومعصوب وعريكه والعلوم ذي لي 5 ايام هنا. تعزم احسن. شوف شوف كيف. Look at this beauty man. ما شاء الله تبارك الله. So because of this guy. يقول لك ايش؟ بالله منير يقول لك ايش؟ المدينه ما فيها فله. والله فيها فله بس تح. والله اشكالك الطفشان اقسم بالله. Get out there man. Man. This is a heck of an experience. اقسم بالله يعني طلعت جبل احد اكثر من كذا من قبل. لكن هذه اول مره اطلع مع العيال ذول. وما شاء الله تبارك الله. والله they know what they're doing. عارفين ايش قاعدين يساووا. Let's go. المشكله انه معي واحد اسمه منير مسوي لي فيها تعال تعال. ايش فيه؟ There's a shortcut here. تعال. فين؟ هنا هنا فوق. يا حبيبي لا 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 لا. فوش تعال. معليش. معليش شغل اختصارات ذا مو عندي. تعالي امشي امشي امشي. لسه ما طلعت ايش اسمه التصريح حقكم ذا؟ ايش تصريح حق التصوير؟ التسلق؟ التصريح التصريح ايش هو؟ قلت لي في تصريح حق الخطيرين لما يطلع. They call it ابو جبلين. ابو جبلين ابو جبلين ترفع في الفلوق الجاي ان شاء الله. ابو جبلين ما شاء الله تبارك الله. شوف بعض الشباب هناك. You ready? والله منظر. الكاميرا is not justifying it. It's justifying it. Giving it. Justifying it. مو مديه حقه. اي والله صح خطير. ها كيف معك الوضع الان؟ والله المفروض ما يختصر ونكمل. بس والله كفو يا عيال قسم خوينا كفو. خوينا في الله يقول لك لا تختصر. يقول لك لا تختصر. والله يا عيال ما شاء الله. ربك ما شاء الله الجماعة كل أسبوع هنا. انا ام ديد لايك ليترلي. يا ساتر يعني الحين اتسلقنا الحين لازم ننزل. شوف شوف هذه اسمها حميض. هذه الحميض اللي قاعد تقول لي عليها. هذه هي حميض. خمسك منين؟ هذه يا جماعه اسمها حميض. حميض اي. هذه تلف فيها حشيش ولا ايش؟ مو كذا. والله طعمها كذا بدون ما تغسلها بدون شيء. دوق fresh from the oven. اذا مت في الوصيه هذا مو موجود ترى. الحين اقول لك متاكد انت اكلت انا؟ لا all of it all of it one shot one yeah. shot تمام. ايوه حامضه. ايوه والله طعمه والله والله it's delicious. not bad. والله tastes like what زي ال تعرف لما تشتري ال الخوخ قبل ما يصير برتقالي يصير اخضر. والله صح اللي لسه ما استوى صح؟ بالضبط. بس والله طعم. طيب ينباع ذا؟ يس. يا جماعه هايبر باندا جيب اكياس. جيب اكياس. هذه اوف اوف في اكياس. دايم يجبر شغل الفايناز على طول يشتغل. مين والله انت جربتها؟ نوب. قول لي خايف ها؟ احب اخلي صحتي زي ما هي. وتقول لي ايوه ايوه ما عليك ليك ساعة. رجال انت انت عشان يوتيوبر و ايه الشغل كذا سوشيال ميديا الشغل كذا. طب اسمع جرب حجر. والله اصلي ذا حق المدينه. عزاز هيا. والله وحوش يا عيال والله وحش كفو. هيا والله ما شاء الله عليهم التحفيز مليون ما شاء الله عليهم. وحوش يا عيال قسم بالله. والله نروح عندهم فوق فوق فوق. لا انت مو حمير طلع. لا لا حمير حمير والله حمير. جرب. لا كلها كلها كذا. كيف؟ والله جيد. والله صح والله جيد. والله طعمه. Guess what? We made it. وصلنا تخيلوا. I made it here by myself. No help at all. لحالي طلعت ما حد ساعدني.
صفر. ايش فيه؟ اوه والله صح. شكله والله ما قصر ما شاء الله منير. ترى طلعات كشتات قوارب بحرية كله يأجر. كله موجود. صفر خمسة أربعة. ما شاء الله هذول طلاب الجامعة الإسلامية هنا دراجاتهم يقول لك متروا المملكة كلها وينبع جد الرياض كلها في البسكليتات. فشيء حلو إنه مو بس نحن اللي طالع هنا. ما شاء الله شرحنا الموضوع على السريع كذا. طلعنا نحن جرينا وهرولنا وإيش كمان؟ قاعدين ننظف لأنه هنا العوائل يجوا بعضهم الله يهديهم يوسخوا. بس نحاول ننظف المكان زي ما انت شايف فيه خضار شويه شايف ايه شايف ما شاء الله انا الوصف كذا. طب ليش يعني ليش التنظيف انت ليش شغل يا اخي ما ارتاح لما يكون المكان نظيف لازم مش الله يكرم عليك يا جماعه لو في زي الشباب هذول والله في كل مدينه بس جروب اقسم بالله ما شاء الله عليكم قد جاب والله ما شاء الله والله قد جاب شوف الوصف داخل الكيس دخله في الكيس والله ما شاء الله تبارك الله طلعة كذا فجأة هبقى مع ريال منير ايش رايك نطلع ما تطلع قلت له ليتس جو جيت ات مان والله المدينة رايت هير مان في القلب نص قلب طبعا هذه المدينة في الليل استغرق مشوار تقريبا ساعة نحن طالعين اتوقع نص ساعة لين ما ننزل شوفوا كيف المنظر بس دي النزلة ها دلام دلام ما في اي شيء باين اقول لك شد الطريق ضاع جود مورنينج فاميلي شايفين كيف نحن في مدينه يخلو منها الترفيه اللي نحن معتادين عليه لكن شباب ودهم يبفلوا ودهم يسووا شيء مختلف وغير كذا صراحه يعني صدمني لما قلت له ليش قاعدين يعني تنظفوا المكان فوق قال لي محمد هذه مدينتنا اذا نحن ما اعتنينا فيها مين بيعتني فيها والله بوف كذا اعطاني اياها هي شغله واحده تبغى تحطها في راسك اذا انت ودك ترفع عن نفسك حتلاقي اساليب بالاماكن والمعطيات اللي انت فيها وحترفع عن نفسك باشياء انت ما كنت تتصور فيها ساكن في صحراء ساكن في غابه حتلاقي فله المشكله انه خلاص اقتنعنا من ناحيه طفش 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 الطفش صراحه انا ما اشوفه من البيئة اشوفه من الشخص نفسه خاصه يعني اجيب لكم هي بلفه لما يكون انتم مظبطين طلعه وفجاه يجيك واحد في الجروب ما يبي يطلع معاكم ويخرب لكم ام الطلعه هذا انا اسميه ايش هذا الطفشان هذا اللي ما يبي يطلع ما يبي احد يجيب وبس كذا نفس الروتين هذا بوي جديد ولا ايش فاهمين كيف aim for change man سبحان الله كيف تروح وتيجي الدنيا فيك وترجع للأساس شوف هذا الملعب حق الحارة حقنا يواد كنت ألعب هنا من عمري تقريبا 14 سنة مين والله ذكريات صح لكن اللي ودي أقول لكم يا أنه يا أخي حتى لو أنت في مكان صعب أعرف بعضكم يعني ساكن في دول صعبة شوي يقول لي محمد أنه مثلا الترفيه عندنا يعتبر صفر أو يعتبر مثلا خانة ما نعترف فيها أنت لازم تبدأ تغير هذه الأساليب خاصة انه عندنا اساليب الترفيه خاطئة روح القهوة نشيش ندخن نتكي في عزبة مدري ايش نسوي وللأسف الاجيال كل ما لها الاشياء السيئة هذه بدأت تنزل للاجيال الصغيرة فاهم كيف ليش ما تطلع او تكون جروب او تبدأ في شيء ما حد سويه قبلك لا تكون الشخص اللي قاعد يخرب على الناس ايش رايكم نسوي ايش رايكم نسوي لا والله ماني فايق لا والله ما نقدر لا والله لا تحبط جرب ما تعرف ايش الفلة اللي ممكن تطلع فيها ان شاء الله اجي لكم كم مقطع بحطه بعد الكلام هذا للناس والاشياء اللي الناس سوته في المدينه والمدينه تعتبر يعني منطقه ما فيها شيء مدينه منطقه ما فيها شيء يا راجل شوفوا بس عماير وشجر ما في ترفيه ما في شيء لكن الناس اولاد المدينه نفسهم فيهم الحماس فيهم الحافز فيهم الطاقه الايجابيه من انهم نبغى نكون فله من نفسنا فمن كيف وبعضها ما تكلفك ولا شيء اللهم بس يبغى لها اصرار وناس تفكر وناس ودها تفل انا ماني فاهم كيف بعض الناس يقول لك عندنا ما في فله عندنا ما ادري ايش شوفوني انا اروح امريكا انا ما كنا اروحها 90% من الاماكن اللي اطلع وافل فيها ما ادفع فيها فلوس ما اروح ما ادفع فيها فلوس ليه لانه اقدر اطلع طاقتي باشياء ممكن ترد علي قيمه وهذا فلوق ثاني ان شاء الله يوم الخميس بعد العصر اهل المدينه اللي وده يتقابل
في ممشى الهجرة حنكون موجودين بإذن الله. زي ما دائما أقول لكم ارمي وسناب شات، ضيفوني في سناب عشان أعطيكم التفاصيل أكثر، لا سمح الله صار شيء. لكن الآن متممين يوم الخميس بعد صلاة العصر في الممشى، خلينا نشوفكم. سلام عليكم، صار معاكم، تكونوا في الفلوق. ياه ممكن نروح قطرات نشرب قهوة ما تدروا. فاي بيبو لاف يو تو ذا مون اند باك. الفلوقات حتجيكم في الطريق ان شاء الله. It's your boy when all the flood, bruh.